اهلا وسهلا بحضراتكم ساده مشاهدي ومتابعي تلفزيون المتابع حكايات المونديال. حكايات مونديال قطر لا تنتهي. اهلا بعد انتهاء اليوم الاول من مباريات الحصول على تاشيره الصعود الى دور 16 من عمر المونديال. النهارده اقيمت اربع مباريات، كان هولندا وقطر، وكل هولندا وقطر والسنغال والاكوادور وانجلترا وويلز وامريكا وايران. نجح منتخب هولندا ان يؤكد صعوده الى دور ال 16 بعدما فاز على منتخب قطر الدوله المنظمه 2-0 في مباراه اعتقد انها الافضل للمنتخب الهولندي خلال المباريات الثلاثه التي اقيمت حتى الان. ايضا نجح منتخب السنغال ان يقتنص تأشيرة الصعود من المنتخب العنيد الاكوادور في مباراة حفلت بالندية وانتهت 2-1 لصالح منتخب السنغال، فيما فاز المنتخب الانجليزي على ويلز في مباراة انا اعتقد انها مباراة سهلة بثلاث اهداف مقابل لا شيء. والمنتخب الامريكي في مباراه اعتقد هي الاصعب في الاربع مباريات يقتنص تاشيره الصعود بصعوبه جدا 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 من المنتخب العنيد الايراني. المباراه كانت لحتى الدقيقه الاخيره من عمر اللقاء كان ايران بتحاول انها توصل لهدف التعادل، لان المباراه انتهت بهدف نظيف لصالح منتخب امريكا، وكان يكفي ايران التعادل حتى تصعد الى دور الثمانية. اقيمت مباراة قطر وهولندا والسنغال والاكوادور في بداية اليوم، وطبعا كان موجود المساعد المصري محمود ابو رجال في الاطلالة الاولى في مونديال قطر 2022 ممثلا للكرة المصرية والتحكيم المصري. هو الممثل المصري الوحيد للكرة المصرية في المونديال، كان موجود في طاقم الأعذار مباراة هولندا وقطر مع الحكم المثير للجدل والجنبي بقارة جسامة، واحد من حكام أفريقيا أصحاب الخبرات ولكنه دائما وأبدا واحد من الحكام المثير للجدل سواء في المباريات الدولية أو الأفريقية. محمود أبو رجال النهاردة ظهر بشكل جيد، نجح في ان هو يشير على ثلاث حالات تسلل في توقيت مناسب. يمكن الزملاء في الاعداد عاملين عنوان ان فعلا المساعدين النهارده، ليه هنقول المساعدين النهارده؟ اليقظه تستحسن من النتائج، لان امريكا تم الغاء هدف لويلز لامريكا اسف، وتم الغاء هدف برضه لايران من خلال اشاره المساعدين، وبعد ما حصل تواصل من خلال الكوميونيكيشن سيستم عبر كابينة الفار تأكدوا ان في فعلا تسلل. تسلل لوقت الضايع، ما زالوا هما يشعلان المونديال. طبعا النهارده في مباراة امريكا وايران 15 دقيقة وقت ضايع في الشوط الاولين. في الشوط الاول احتسب 5 دقائق الحكم الاسباني، وفي الشوط الثاني 9 دقائق ونص لعب 15 دقيقة وقت ضايع في مقابل المباراة الثانية انجلترا وويلز 10 دقائق وقت ضايع في على مدار الشوطين. وده يعني ده يؤكد ان فعلا الدقة في احتساب الوقت الضايع ما زالت هي عنوان مهم جدا جدا جدا، والتسلل الالكتروني ما زال هو عنوان مهم جدا جدا في مونديال قطر 2022. في لقاء سابق مع حضراتكم كنا قلنا التسلل الالكتروني، وقلنا ان الكرات التي تستخدم في مباراه كاس العالم بها سنسور حساس، تمام. والنهارده الشركه المنتجه لهذه الكرات اكدت ما نحن تمام ذكرناه في منبر اليوم السابع، ان الكرات فيها سنسور حساس، وده اللي فرق في هدف الذي الهدف الاول لمنتخب البرتغال في مرمى اوروغواي امس، لما كان في جدل هو الهدف لكريستيانو ولا مش لكريستيانو، هي لمست ولا ما لمستش، فتدخلت الكرة بالسنسور الحساس والتقنية الرائعة لتحسم ان كريستيانو
لم يلمس الكرة، وده هذا ما كنا ذكرناه من قبل واحنا بنشرح لحضراتكم التسلل الإلكتروني في مونديال قطر 2022. هنعود سريعا للمباريات الأربعة، هولندا وقطر أدارها الجنبي بقارة غسامة، وكان معايا طبعا محمود أبو الرجال المساعد المصري، وكان موجود في كابينة الفار المغربي رضوان جيد. المباراة انتهت 2-0. السنغال والإكوادور كان أدارها الفرنسي توبين 40 عام ودولي من 2010، دي المباراة الثانية ليه أدار ده الفرنسي تروبين أدار مباراة كوريا الجنوبية وأوروغواي في الجولة الأولى، وطبعا دي المباراة الثانية ليه في المونديال. هو عند في 5 حالات تسلل، إنذار وحيد لنانا قاي لاعب هولندا، وركلة الجزاء في الدقيقة 43 بتوقيت رائع وتمركز جيد من الحكم الفرنسي بدون تردد ركلة الجزاء. لما حصل تواصل عبر الكوميونيكيشن سيستم مع كابينة الفار أكدت القرار، وده يعني هو الرجل عنده ثقة وده يعني عنده خبرات. كنت قلنا لحضراتكم برضو ان هذا الحكم أدار نهائي كأس العالم للأندية الأخير. مباراة إيران وأمريكا أدارها الحكم الأسباني، هو واحد من أصحاب الخبرات، برضو مثير للجدل في الدوري الأسباني ومثير للجدل في دوري أبطال أوروبا، ولكنه واحد من أصحاب الخبرات أنتيون مخيل لهوز، دولي من 2011، عنده 45 عام، وده يعني من أقدم حكام البطولة. ودي المباراة الثانية ليه، كان أدار قطر والسنغال. هو كان المفروض أن ده معانا الحكم الأسباني كان اللي هو أدار مباراة النهاردة في إيران وأمريكا، مباراة صعبة جدا، كان هو موجود في الميعاد. حاولت إيران تضغط عليه وحاول اللعيبة يكون في ضغط على الحكم، وطلبوا بأكثر من مرة بركلة الجزاء، ولكن كان في تواصل سريع جدا من خلال الكوميونيكيشن سيستم مع كابينة الفار، وكانت بتأكد ان يستمر اللعب، وده اللي حصل النهاردة في المباراة. انا شايف ان الحكم كان اداؤه كان جيد، وفعلا مباراة صعبة، وفعلا اختيار موفق من اللجنة المنظمة، ورغم هذا هو ما عندوش فيها غير 3 انذارات لمنتخب ايران مقابل انذار وحيد للمنتخب الامريكي. في نرجع بقى للتسلل الالكتروني، الغى التسلل الالكتروني هدف للمنتخب الامريكي في الدقيقة 43 من عمر اللقاء. وطبعا احنا كنا في لقائنا انا مع حضراتكم انا والزميل محمد درائي قبل انطلاق المباريات، كنا اتكلمنا على دور التسلل الالكتروني وعلى دور الوقت الضايع وتطبيق هذه التقنيه في مونديال قطر 2022، وزميل يونس المخرج عرض لنا الاحصائيه اللي احنا عملناها، وكانت في الجولتين الاولى والثانيه، وكانت اثبتت ان احنا بتقدير الوقت الضايع عندنا 4 مباريات زياده عن مباريات الجولتين، و4 مباريات زياده و30 دقيقه، يعني 4 مباريات زياده وشوطين اضافيين 30 دقيقه، بنتيجه احتساب الوقت الضايع بعد ما احتسبت في المباريات 385 دقيقه مقابل 117 تسلل عشان تحتل مباراه ايران وانجلترا. ايران وانجلترا الرصيد الاكبر في الوقت الضايع 27 دقيقه وقت ضايع خلال الجوله الاولى. طبعا التقنيه دي فرقت كتير جدا في البطوله، فرقت كتير جدا في حسم اكتر من لقاء واحتساب اكتر من هدف والغاء اكتر من هدف، في تدخل صحيح وتدخل دقيق للتسلل الالكتروني، وايضا برضو تطبيق الوقت الضايع، دي حاجه من الايجابيات اللي احنا كثيرا ما كنا بننادي بيها واحنا بنكون مع حضراتكم في سجل تحليلي لليوم السابع في مباراة الدوري الممتاز المصري، ان الوقت الضايع ده جزء من القانون، الوقت الضايع ده حق الفريقين، انه الوقت الضايع لابد ان هو يحتسب بدقة عشان فعلا يكون منطبق القانون بشكل جيد. النهاردة 4 مباريات كده، صعدت هولندا وصعدت السنغال وصعدت انجلترا وصعدت امريكا. عندنا ان شاء الله في اليوم الثاني لجولة الحاسمة، طبعا الجولة الثالثة هي جولة الحاسمة، الفرصة الأخيرة لحسم تأشيرة الصعود هي الجولة الثالثة. عندنا ماتشات بكرة إن شاء الله الأربع، هيكون معانا عندنا أستراليا والدنمارك،
تونس وفرنسا بنتمنى كل التوفيق لمنتخب منتخب نجوم قرطاج امام منتخب الديوك الفرنسيه. الماتشين دول الساعه 5 السعوديه في مباراه مصريه امام المكسيك، وبولندا والارجنتين برضو مباراه بالنسبه للارجنتين مباراه مصريه. الاربع مباريات بكره ان شاء الله مباراه مهمين جدا 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 في اليوم الثاني للجوله الثالثه، جوله الحسم، جوله الفرصه الاخيره للحصول على تاشيره الصعود وشرف الصعود الى دور 16 لمونديال قطر 2022. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى ان القاكم في لقاءات قادمه لكم مني اطيب تمنياتي وارق تحياتي.